Эрик. Я уверен, что он скоро поправится. I called the doctor in German. And he told me his situation is quite critical. Nah, we don't wait. It's risky. He's sick now, but he won't be back. We've got to look for alternative. Look, right now the situation in the Middle East is extremely suitable for our line of work. It's our time to traffic the arms, collect the monuments, and profit from their history. Кин с нетерпением ждет наших указаний. Он уважает наши интересы. Well, we've got a lot of concerns about Кин. But he's the one to take Абухеба's place. Ну, это словно. Что Хеба вернуться здоров. حاجة زمنها وصلت، أنا مأمن عليها. المرة الجاية تجمد، ما تخافش، تفتح صدرك على الآخر، الطقطقين. ما عاوزش حد ينافسنا لا في بيع ولا في شراء. ألو، والله أبدا، أنا جاي أم الولاد. لا لسه ما عرفناش عايش ولا لا. انا جايه ها هاكل معاك امال ده لو انا واكل خروف هجوع مخصوص. طيب رايح فين يا اخوي؟ هروح فين؟ هروح بدل المشاوير خليك هنا، البيت كبير، خليك وسطينا. ايه؟ أبيت هنا؟ بيت هنا، أنت دلوقتي الكبير، وإحنا ملناش حد غيرك. ومرتي، أم الولاد. هات مرتك هنا، بدل الروحة والجاية. خليك هنا معانا، وأي حد هيتكلم هقفله، أنا عمته. بقول لك يا حكم، خلي خلف ياخد أحمد وطه معاه، مالهمش في شغل العمارات، هم عاوزين يشتغلوا في السياحة، وأنا عارفة إن أنت محتاج رجالة معاك. والأرض يا حكم، مال الطين يا كريمة؟ عاوزة تاكليه؟ لا، التين ده ورثي من ابوي. هابي مع وشي ارض، وانت ما شاء الله الله اكبر عندك اللي يكفيك دلوك. ارض الكوامل بينك وبين صباح يا كريمه، مالناش دخل بيها. انا بتكلم عن ارض ابو هابي اللي عاوز يبنيها مدرسه. مالها؟ الكوامل صغيره، ما نكساش مدارس، وانا عاوز اعملها عماره للعيال. اختك كبرت يا حكم، عاوز اطمن على عيالي. عاوزه جلابيتك لعيالك؟ لا، هوضب لك الاوضه الكبيره قبل ما تجيب مرتك.